حاملاً القضية الفلسطينية، انطلق الناشط بنيامين لادرا قبل 10 أشهر من مدينة غوتنبرغ السويدية نحو فلسطين سيراً على الأقدام. عشر دول عبرها بنيامين حتى وصل إلى تركيا، وبسبب الحرب في سوريا انتقل بحراً إلى لبنان وتحديداً طرابلس قبل أن يصل إلى بيروت. All the problems we face as humans, they are usually created by us as well, and it will require us to solve them. And we cannot just sit at home and wait for Palestine to be free or for world peace or for global warming to stop. We need to take action. We need to do it ourselves. نحو 5000 كيلومتر قطع الناشط السويدي سيراً على قدميه، وكلما عبر دولة حقق جزءاً من هدفه، ألا وهو لفت أنظار العالم إلى قضية الشعب الفلسطيني. I got the most positive response in Turkey. Turkish people really feel a lot of solidarity with Palestine. And I wish that more countries also would do more for the Palestinian people. صحيح أن الشاب السويدي سينتقل جواً إلى الأردن ومن هناك سيراً إلى فلسطين حيث تكتمل المهمة، إلا أن زيارة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ستكون أبرز وجهة له بعد بيروت. لستم وحدكم رسالة أراد بنيامين إيصالها إلى الفلسطينيين في رحلته تلك، فهل يحتذي به العرب بعدما أضاعوا طريق قضيتهم؟ نعيم برجاوي، قناة الجديد.